احنا الفترة ديت بيحصل لنا حاجات كتير اوفر يعني. عايز اقول لكم يا جماعة ان بقيت كويس الحمد لله، بخير احسن بكتير من الاول الحمد لله، وبس حبيت اطمنكم عليا وهحكي لكم اللي حصل لي بالتفاصيل. انا بقالي فترة طبعا بحس ان انا تعبانة، يعني اللي هو ايه مش قادرة اخد نفسي، او بحس ان قلبي هيقف ومخنوقة، كأن حد ماسك يعني مسكني رقبتي خانقني جدا جدا فمقدرش اتنفس. الموضوع ده كان بسيط، كان بيجي معايا تدريجيا بسيط، بيجي شوية ويمشي، يجي شوية ويمشي، لحد ما جف عليا في يوم. Shutterstock Music. احنا تعرضنا لكمية تنمر من حوالي اكتر من 3 سنين لحد دلوقتي، يعني من 3 سنين لحد دلوقتي متعرض لكمية تنمر فوق طاقة البشر، محدش يقدر يتحملها، ولا بني ادمين عاديين ولا اي حد في الدنيا يقدر يتحمل ده يعني. ولو اي حد مكاننا كان انهار من فترة او فكر في الانتحار او انتحر بالفعل يعني، تمام؟ لان الموضوع ما بقاش مجرد ان هو مثلا حد ممكن ينصحنا نصيحة، لا، الموضوع عبارة عن تنمر. بس احنا بنتعرض لكمية تنمر رهيبة، والله والله زي ما بقوله كده يعني، من 3 سنين، اكتر من 3 سنين، صح؟ ثلاث سنين او اكتر، من قبل ما نتجوز اساسا، من قبل ما نتجوز ولا نتخطب ولا نفكر نرتبط ببعض، واحنا بنتعرض لكمية تنمر ولحد دلوقتي ما زالت. والله العظيم احنا بشر ومش قادرين نتحمل يعني. الموضوع صعب وموضوع كبير. فاول حاجه بس حابب اقولها لكم ان دعوه الخالق للخالق، احنا لو بنعمل حاجه غلط ربنا هو اللي حاسبنا، اكيد مش انتم خالص يعني، انتم رايكم فوق دماغنا وكل حاجه، بس ربنا اللي حاسبنا. فدعوه الخالق للخالق، ويا ريت اللي ينصحنا نصيحه هنتقبلها منك لو انت بتنصحنا بادب واحترام، انما ان انت تخش تشتم وتقل في ادبك عشان تنصحنا، والاسم اللي انت جبت تنصحنا انت كده ما بتنصحناش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.